لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. بيتحدث عن تقييد إبليس. أمتين يسوع هو اللي قيد إبليس وقيد ونحن هلأ، فهذا شيء تم أوريدي. إبليس مقيد بمعنى ما له سلطان على حياة الكنيسة. عشان هيك لما بنتحدث أنه يسوع ملك على حياتنا، ملك على الكنيسة، بيقول أنه ما حدا بيقدر يخطفكم من يدي ومن يد أبي. لما بيتحدث عن ثبات الخلاص معناتها ما في إمكانية أنه حدا ينزع منك الخلاص إذا كنت أنت بالمسيح يسوع. فهون بتلاقي بأنه إبليس مقيد، لكن الله رح يعطيه فترة يسيرة جدا، ولتحدث عنه بأماكن عديدة، اللي لما بعد استعلان رجل الإثم بعد ما يظهر بالعالم رح يبتدي يضل العالم، بس بوقت جدا سريع يصنع عجائب معجزات إلى آخره، بس مباشرة يجي الرب ويلقيه ببحيرة النار. تفضل. هذا مخطط الله، لأنه إبليس موجود، فشو بده يعمل الله فيه؟ بيفلته؟ ما لازم يفلته. فالله شو اسمه يعني قيده. طيب من بعد ما قيدوا لازم يهلكوا، فبدو يجي وقت بدو يهلكوا. قبل ليش بدو يطلقوا الله؟ بدو يطلقوا من أجل تحديد البشر، من أجل إعلان عدالته، بأنه الناس اللي بملء إرادتهم اختاروا الفساد والشر راح ينالوا جزاء شرهم، راح ينالوا العقاب. برومية واحد بيوصف لنا بأنه غضب الله معلن على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. أوكي، بيتحدث عن أشخاص هن رفضوا الله، فهديك مجيء الشيطان أو سوري هالمسيح الدجال رح يكون مثل تحقيق شهوة قلبهم لهالأشخاص، حتى لما يدينوا مع إبليس يكون فيه يعني إظهار من عدالة الله وقضاء الله بأنه أنت اخترت هالمجال، مشان هيك صار معك شيء اللي أنت كان بدك إياه. لو طلبتني كنت لقيتني، بس أنت طلبت إبليس، الحق إبليس. نحن ما بنفهم كل شيء بنفس الوقت، يعني هل الشيء هيك أعلن الكتاب المقدس تبقى السر بنقبلها مثل ما هي. إذا بتلاحظي كل الكتابة هي حديث عن أمور نحن مش بالضرورة نفهمها 100%، بس الغاية أما نحن بالعدد 13 ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد الرب يسوع المسيح. فاثبتوا إذن أيها الإخوة، تمسكوا بالتعليم الذي تعلمتموه سواء كان بالكلام أم برسالتنا، وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. نحن قلنا شيء آخر، نحن علينا الناس على القداسة لإطاعة الروح. أما هالأمور كتب بس لسبب واحد، مش لأنه التحول عن الخلاص إلى أنه الشيطان شو بده يعمل الشيطان. في كتير من الكنائس اللي أو الأشخاص اللي اليوم بس مشغولين أنه إبليس هون أو الشيطان هو كان صدام، الشيطان كان هو تبع ملك سعودية، الشيطان هو غورباتشوف، الشيطان المسيح رجل الإثم هو مدري مين مسيح الدجال. اكتار أشخاص اللي تشاطروا باتهام أشخاص معينين أو بابا روما أو مدري مين أو ملك إسرائيل أو ملك رئيس أمريكا، كتير أشخاص ادعوا. نحن ما قلنا بهالموضوع، نحن لازم دائما نسعى للقداسة إلى آخره. تفضل أخي. هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله لنفسك، إن هل الشيطان والوحش yeah. التنين هل إلمنتس مختلفة؟ يس. الشيطان بيتغير؟ لا في شخص مختلف، يعني الضلال هو روح، رجل الإثم هو شخص يعمل لحساب إبليس، فهو الوحش اللي ظهر في سفر رؤيا لصح 13 الخارج من الأرض، لكن هالوحش يعمل لحساب الوحش حتى الناس تسجد لمين؟ لإبليس، للشيطان. طب هل الإلمنتس دي هتتجمع في وقت واحد مثلا بين الوحش خد اللي هو النبي الكذاب أو الشيطان؟ لا، في ثلاث شخصيات بنسميهم الثالوث الدنس، في النبي الكذاب، في الوحش، وفي الـ الـ التنين. اوكي، سو هالاشياء يعني هي ثلاث شخصيات، يمكن المرأة الزانية بس المهم موجودة برؤية 13. هالثلاث شخصيات تعبر عن الدنس، عمل إبليس من خلال الضلال، من خلال الوحش والتنين. يس،
النبي الكذاب، الوحش والتنين، هالثلاث شخصيات. بس هو التنين هو الحي القديم، هو الشيطان. هدول أشخاص هن على مرور الزمن ممكن يكونوا أشخاص عديدين. يعني الوحش هو شخصية سياسية. روما لما وصف مار بولس بسفر الرؤيا تحدث عن الوحش، كان بيتحدث عن الإمبراطور اللي عم بيضطهد الكنيسة. لما تحدث عن النبي الكذاب كان بيتحدث عن اليهود اللي تركوا المسيح وأعلنوا أن مملكة داود هي أورشليم وأنتوا صرتوا خارج مملكة داود، وهي كل تعليم كاذب وخاطئ ضد المسيح. بس هالأشياء بكل زمن تختلف، فكل إنسان بيعاشر هالأشياء. بس رح يجي وقت أنه يستعلن فيه رجل الإثم والأضاليل والتعاليم الكاذبة، رح تكون أكثر من أي زمن سابق. فبالوقت اللي فيه شيطان عنده جنود ملائكة، بس بكل زمن في أشخاص بيلعبوا الدور لصالح الشيطان، بس مش إن الشيطان بحد ذاته. ولو إنه مثلا يسوع بيسمي بطرس رسول لما قال له حاشا لك أن تصلب، يسوع شو قال له؟ اذهب عني يا شيطان. مع إنه بطرس ما هو شيطان، أوكي؟ بس بمعنى هون أخذ دور اللي عم بيقوم فيه أو مدفوع فيه من قبل مين؟ إبليس. فلما بنقول عن أشخاص إن الشيطان هم بمعنى المجازي، بمعنى إنه هدول أشخاص مساقين من أرواح شريرة، وليس بالتحديد إن إبليس، لأنه إبليس هو وحده إبليس. ختام الموضوع، أنا بالنسبة لي ماني كتير متعصب ضد هالموضوع الملك الألفي اللي موجود عند زهر بالسنوات الأخيرة. بس في عندي عدة مشاكل معه، لأنه أول شيء doesn't make sense to me أنه الله إذا بده يجي بعد 1000 سنة بعد ما يجي بالاختطاف بده يجي بس مشان اليهود. You know في محاباة، معناته الله بيحب اليهودي ما بيحب المسلم. فأنا واثق كل الثقة بأنه الله بيحب اليهودي مثل ما بيحب المسلم، مثل ما بيحبني أنا المسيحي، مثل ما بيحب البوذي. كل إنسان على حد سواء، ليس لدى الله محاباة. بعدين الكنيسة هي إسرائيل، والمسيحيين مش كلهم أصلا أممي. نحن مرغناطيوس سمينا الكنيسة الجامعة، أي الكنيسة الكاثوليكية، مشان هيك بالقانون الإيمان بالنؤمن بكنيسة واحدة جامعة. مرغناطيوس النوراني سنة 110 استشهد، هو أطلق على الاسم على هالكنيسة اللي جمعت كنيسة الأمم مع كنيسة اليهود. فمش كل اليهود ما آمنوا، لا، في قسم كبير من اليهود آمنوا، في قسم اللي ما آمنوا مثل ما الله مهتم فيه هدول اليهود اللي مش مؤمنين، مهتم أيضا بغيرهم أيضا اللي مش مؤمنين، لأنه الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فهالأشياء بتخليني أنه، وفي أسباب عديدة طال الوقت فينا مش رح بتوقف، اللي عم بحاول انه فتش سبب انه يكون هالكلام كتابي، بس I can't find it، لا بتاريخ الكنيسة ولا بفهمي انا لألا. وبصلي على كل حال هالموضوع الشيء الاساسي منه انه ما بيبني حدا اذا ايمنت انه رح يجي يسوع يملك على الارض الاخرى. هذا الشيء كيف رح يبنيني روحيا ولا بأي شكل؟ يسوع دايما تحدث لما بيجي ابن الانسان رح على اليمين يقولون ادخلوا فرح ابيكم، على اليسار اذهبوا الى العذاب الابدي، ما هي؟ فالمجيء هو فرز period. المهم هو الان كيف انا احيا بالايمان بالقداسه باستعداد ليوم المجيء. خلونا نصلي مع بعض.